السلام عليكم. تشكرك الأخ العزيز. أنا بدوري الجمعية المختار السوسي، عضو في الجمعية المختار السوسي، تم تجربة الفدية للنظافة، وتتمنى الإخوان السكان ديال حي المبروكة زعما يتفاعلوا مع صاحب النظافة، يلوحوا الأكياس في الأماكن اللي تتخص بها. واش تتمنى؟ وتتمنى كل شيء يكون حاضر وناظر. واش تتمنى؟ تبارك الله عليك الاخ. معكم الادريسي عبد الكريم، رئيس جمعيه الاعمال الاجتماعيه لعمال وعاملات واطور شركه ارنب الدار البيضاء. كجمعيه اعمال اجتماعيه عندنا تنسيق وشراكه مع جمعيه المختار السوسي وجمعيه اباء وتلاميذ واولياء عبد الخالق الطريس اللي كنعمل فيها امين المال. ولهذا المنطقه ديالنا ديال الدرب بناني مختار السوسي كنحاولوا باش المواطنين يوزعوا لهم الاكياس البلاستيكيه اللي كنشكروا المدينه والشركات واللي كيقوموا بواحد المجهودات كبيره ومهمه بالنسبه باش تبقى المنطقه عندنا ببيئه سليمه ان شاء الله. وكنطلب من المواطنين اللي خدوا اكياس بلاستيكيه باش يؤديوا الدور اللي كتعلي العيش خرجت الاكياس، هو هذاك النفايات او هذيك الازبال تحيد منها الماء والدار في الاكياس ديالها وتخرج الاماكن المخصصه لها اللي مختصه لها في كاين الحاويات. دابا المواطنين ما فهمناش واش دراسو ولا شي واحد ما عرفتش انا كي قبيله حنا باركين في المقصده وكنشوفوا مراجع هي بكروسه جايبه دوك النفايات لاحتهم حدا التراوما وزادت واش هادشي غنبقاو عليه ثاني دائما. راه خاصنا نتعاونوا كمواطنين كجمعيه المجتمع المدني كشركه ديال النظافه اللي كيستخلصوا واحد الميزانيه اللي ديال الاموال العامه باش تكون الدار البيضاء في حله جديده في واحد النظافه بيئيه نظيفه اللي غيعيشوا فيها ولادنا ونعيشوا فيها حنا. ملي كيخرج الانسان مع الصباح كيلقى الدنيا منطقه نقيه، راه كلشي كينشط كلشي كيفرح، انت كيكون عندك نهار جميل. وكنشكر العمال والعاملات اللي خدامين في قطاع النظافه اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير، وكنتمناهم باش يعاونوهم باش يدعموهم. هذوك الناس راه كيخصهم واحد شويه ديال الدعم وشويه ديال الماديين، الدعم المادي ان شاء الله باش تما دوك العمال كيقوموا بواحد الدور اللي مهم. راه ماشي سهل هاد الاطنان اللي كتهز في يوم ثاني عيد ويوم العيد وثاني عيد، وهذه تهز واحد الاطنان ديال النفايات عامده واللي فيه ديال العيد اضحى، راه ما ساهلاش. راه الله يكون في العون. شي دعم العمال باش ياخذوا شي دعم مهتم بهذا الكلام. هو احنا كنقابه راه جبنا لهم عدد ديال النقاط اللي هذه غادي نقولها في هذا المنبر اللي كنقدروا هذا المنبر ديال العداله اللي تا هو راه كيتبع معنا الاحداث هذه من بين 3 سنين ولا 4 سنين ديال القطاع النظافه. جبنا لهم كنا عندنا واحد المنحه ديال 2100 درهم، زدنا فيها واحد 800 درهم دابا 2000 درهم. الحمد لله هذا العيد عيد تقريبا من 2020 هذه راه كاينه 2000 درهم وكاينه ديال المنحه ديال عيد الاضحى وكاينه 1000 درهم ديال السلف كيعطيهم عرفت الصغير ديالهم اللي هو السميك. ان شاء الله غادي نشوفوا مدينه الدار البيضاء نقيه ولا بحال ديما؟ غتكون نقيه ان شاء الله. العمال قايمين بالدور ديالهم، الشركات ولا المسؤولين ديال الادارات ديالنا ديال الشركات على صعيد الدار البيضاء، لا ابيردا ولا ديك ولا ارما، راه قايمين مجهودات كبيره. المسؤولين كنشكر المسؤولين الاداريين ديال الشركه، كنشكر العمال بخصوص العمال اللي كنتمنى من الله باش يزيدهم شويه ديال الماده. راه مغلوبين على الامر ديالهم، راه كلهم عندهم ديبيتور وكلهم عندهم مشاكل. كنتمناكم راه غيكونوا في المستوى، واللي فات كما قلت العام اللي فات 8 غتكون كلشي ناضي الدار البيضاء وتكون نقيه ان شاء الله.